بالنسبه لقذافي شديناه وكان هرب من العمارات، هرب ومعاه مشاه، هرب قطعوا في مزرعه قطعوها، وفي مشاه قعدوا في المزرعه وجوا للقطران، القطران طبعا في عبارات من لوضه قعدوا عاقلين في العبارات. بلا قعدنا احنا نمشوا بالاليات، نمشوا بالاليات فوق القطران هدايا، بالله طلعوا مشاه، بلا قعدنا شاد الرايه عرفناه بيسلم، بالله قعد يطلع واحد منهم اسمر، بالله قال سيد الداخل سيد الداخل. الله اكبر. احنا تفاجئنا مع ما قال سيد الداخل، تفاجئنا الحق. بالله لو انه طلع على بوشفشوفه طلعناه. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. طلعناه، طلعنا منه المسدس هدايا طبعا. الله اكبر. ومعه شباب، معه شنطة قاعد عند الشباب. صار اشتباكات بسلاح، سلاح رقيق، سلاح ثقيل ما صارناش. وفي مسدس ثاني عند الشاب هذاك. الله اكبر. شنطة وشنطة قاعد عند واحد من الشباب. والله اكبر. هذا المسدس من الدريسان. حصل اصابه والسعاف طلعت بيه، وين رفعات الله اعلم. وهذين الحجابات متواجد تحت لنا. وهذين معاه حجابات. تقب الحجابات داير راحوا. لا قاعد تقول خيركم خيركم، لين احنا تفاجئنا الحق.